السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق إلى حصة الظواهر اللغوية، مكون التراكيب تحديدا. وهذه الحصة تندرج ضمن الأسبوع الثالث من الوحدة الأولى، مجال الحضارة المغربية، المرجع الجديد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا عنوان درسنا لهذا اليوم عناصر الجملة الفعلية. عناصر الجملة الفعلية، إذا ما هي الجملة الفعلية بداية؟ إذا الجملة الفعلية هي التي تبتدئ بفعل. الجملة الفعلية هي التي تبتدئ بفعل، مثل كتب كريم على لوحتي. ترتب الأم الصوانة. إذن جملة فعلية تبتدئ بفعل، الفعل كتب، الفعل رتب في زمن المضارع. في الحصة السابقة درسنا أزمنة الفعل الماضي، المضارع والأمر. كذلك إذا قلنا اجلس هادئا، اذا هنا فعل امر، فعل امر. اذا اقرا، هنا تعريف صغير للجمله الفعليه. زار السياح القريه، لبست النساء القفاطين، ارتدى الرجال الجلابيب، وامتطى الصغار الاحصنه، اخيرا التقط الجميع صورا تذكاريه. اقسم النص الى جمل تبتدئ بفعل وادرجها في الجدول. اذا الجمل الفعلية الموجودة في النص لدينا: زار السياح القرية، لبست النساء القفاطين، ارتدى الرجال الجلابيب، امتطى الصغار الأحصنة، التقط الجميع صورا تذكارية. إذا هذه هي الجمل الفعلية الموجودة في النص. زار السياح القرية، الفعل هو زار. من قام بالفعل؟ من قام بالفعل؟ من الذي زار؟ السياح. من قام بالفعل هو السياح. من وقع عليه الفعل؟ هو القرية. إذا الجملة الثانية: لبست النساء القفاطين. لبست النساء القفاطين، إذن الفعل لبس، الفاعل من قام بالفعل هو النساء، من وقع عليه الفعل القفاطين. ارتدى، إذن الفعل ارتدى، ارتدى الرجال الجلابيب، إذن ارتدى الرجال الجلابيب. إذا الفعل ارتدى، من قام بالفعل الرجال والجلابيب، من وقع عليه الفعل. السؤال الثاني: أطلق اسما على الجملة التي تبتدئ بفعل. إذا الجملة التي تبتدئ بفعل تسمى جملة فعلية. الجملة التي تبتدئ بفعل تسمى جملة فعلية. ما حركة آخر الفاعل؟ أو ثالثا: أطلق اسما على العنصر الذي يقوم بالفعل. إذا العنصر الذي يقوم بالفعل هو الفاعل. العنصر الذي يقوم بالفعل هو الفاعل. السؤال 4: ما حركة آخر حرف في الفاعل؟ لاحظوا معي: السياح، النساء، الرجال، الضمة. حركة آخر حرف في الفاعل هي الضمة. السؤال الخامس: أطلق اسما على العنصر الذي يقع عليه الفعل. إذا العنصر الذي يقع عليه الفعل هو المفعول، مفعول به. أتي
اذا ما حركه اخر المفعول به هي الفتحه، حركه اخر المفعول به الفتحه. لاحظوا معي، القريه، القفاطينه، الجلابيبه، اذا الفتحه. اتي بامثله اخرى للجمل الفعليه. قبل قليل قدمت مجموعه من الامثله. كتب كريم على لوحتي: ترتب الام الاسطوانه. هنا فعل امر، سنحاول ان نشتغل على الفعل الماضي والمضارع حاليا. ساضيف بعض الامثله: درس، تلميذ العلوم، إذن لدينا فعل، فاعل ومفعول به. صمم المهندس قنطرة. إذن هذه بعض الأمثلة. إذن نكمل. استنتج: تبتدئ الجملة الفعلية بفعل، يرسم الطفل، يكون الذي يقوم بالفعل مرفوعا ويسمى الفاعل. يرسم الطفل، يرسم هو الفعل، وما والذي يقوم بالفعل هو الفاعل الطفل. يكون الذي يقع عليه الفعل منصوبا ويسمى المفعول به. إذا الذي يقع عليه الفعل يأتي منصوبا ويسمى المفعول به. أطبق، أحيط الجملة الفعلية بخط. إذا يسبح الأطفال، إذا فعل سبحة، إذا جملة فعلية. الأطفال يسبحون، لاحظوا معي هنا جملة تبتدئ باسم، إذا فهي جملة اسمية وليست فعلية. رسم الفنان لوحة، جملة فعلية. الفنان رسم لوحة رائعة، إذا لدينا هنا جملة تبتدئ باسم، إذا فليست جملة فعلية. أضع علامة تحت الفاعل، إذا الفاعل هو الذي يقوم بالفعل ويأتي مرفوعا. استفاد خالد من بحثه، إذا خالد هنا هو الذي قام بالفعل، إذا هو الفاعل. يرتدي الصبي جلباب أبيه، إذا يرتدي فيه الصبي هو الذي قام بالفعل، إذا هو الفاعل. تصميم القفطان جميل، تصميم القفطان جميل، ليس لدينا هنا جملة فعلية. استيقظ الجميع، إذا الجميع هو الفاعل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.